في يوم من الايام وفي فضح النهار كان الصيادين يروحوا البحر يصطادوا السمك، ولما يرجعوا يا اما يشفوه او يقلوه. حلو حلو، لحد ما جه واحد كرييتيف في نفسه زهق من الروتين اليومي، وانا كل يوم هروح البحر بنفسي يعني؟ لا، انا هقعد طول اليوم اصطاد اللي يكفيني ايام وابقى خزينه بقى. وهنا حدثت المفاجاه، اكتشف ان السمك اللي كان مخزنه في ملح كعاده المصريين القدماء باستخدام الملح لحفظ الاجسام من التحلل والتلف، طلع طعمه مختلف تماما عن اللي متعود ياكله، كمان كانت ريحته نفاذه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومش عارف ازاي رغم كده كملوا واقتنعوا انهم ياكلوه، ومن هنا وللاسف بدا انتشار اكل الفسيخ. السلام عليكم، انا عبد الله رضا في حلقه جديده من دراجست، وجاي اكلمك النهارده عن تسمم الفسيخ. طب وهو الفسيخ فعلا بيعمل تسمم زي ما اعداء الفسيخ بيقولوا، ولا دي مجرد اكذوبه لتشويه سمعته؟ بص يا سيدي، انا هقول لك ايه اللي بيحصل وانت ساعتها تقرر. تمام، تعال معايا. الفسيخ عبارة عن نوع من الأسماك البوري، واللي بيفضل محطوط في ملح خشن لمدة من أسبوعين لثلاث أسابيع لحد ما يتحلل ويتغير لونه وريحته، وأنت طبعًا عارف ريحته عاملة إزاي، مش محتاج أقول لك. عارفه، ده أنا حافظه صم. في فترات التحلل دي بقى بتنمو بكتيريا اسمها كلوستريديوم بوتيولينم، واللي كلمتك عنه قبل كده في أول فيديو عملته هنا اللي كان اسمه تسمم الأطفال بعسل النحل، يبقى أدخل شوفه. البكتيريا دي شكلها زي ما أنت شايف كده، مشكلتها بقى إنها بتطلع سموم عصبية اسمها بوتيولينم توكسين، وهي دي الكارثة. السم ده بيصيب الأعصاب مغذية للعضلات، واللي بتبدأ تعمل شلل تدريجي من أول العينين لحد القدمين. عشان كده لو كلت الفسيخ وبعد 4 أو 6 ساعات حسيت بالأعراض اللي أقولك عليها دلوقتي، ما تترددش إنك تروح أقرب مركز سموم علشان الموضوع خطير. زغللة في العين ورؤية مزدوجة، جفاف في الحلق والفم، وصعوبة في البلع أحيانا، وممكن كمان لعثمة في الكلام. لحد هنا لو فضلت واقف مكانك الأعصاب هتفضل تتصاب لحد ما يحصل مشكلة أكبر، وهي إن الجهاز التنفسي يتأثر للأسف، وتوصل في الآخر لشلل في التنفس. ولكن لو اتحركت ورحت لأقرب مركز سموم هتاخد المصل المضاد للسم ده، والموضوع باذن الله هيتحل. طيب هل كل الناس اللي بتاكل فسيخ بيحصل لها تسمم؟ اكيد لا طبعا. الله اكبر فوق كيد المعتدل. الموضوع ده بيختلف من واحد للتاني حسب درجه مقاومه جسمه للسم ده، يعني انت بنسبه 50% ممكن يحصل لك تسمم، وب 50% تانيين ممكن ما يحصلش تسمم. بس ليه اصلا تعرض نفسك لكده؟ قبل ما يغلبك كرشك فكر فيها شويه. لا ما فكرتش، انا ما فكرتش خلاص، يعني مش هتفكر، مش شغال انا، وبقى قرر. واخيرا كونك وصلت لهنا فانت اكيد عرفت وفهمت الفسيخ ممكن يعمل لك ايه، فخلي بالك وبلاش تعرض نفسك للخطر. وطبعا عملنا الفيديو دوت علشان احنا داخلين على الموسم، ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب لقناه اليوتيوب لو استفدت، عشان ده بيفرق معانا جدا. سلام.